زين، احنا قلنا علم التشفير يتألف من 3 أجزاء رئيسية وأساسية، اللي هي السكيورتي أتاك اللي هو الهجوم الأمني، والسكيورتي ميكانيزم الطرق الأمنية أو توفير الأمنية، سكيورتي سيرفيس الطرق اللي أعلي وأرفع بيها أو أحسن بيها مستوى الأمنية اللي وفرناها باستخدام الميكانيزم. كل واحدة من ذولا ممكن أني أقسمهم إلى أصناف وليس طرق. شوفوا هاي أصناف، إلى أصناف. السكيورتي أتاك بشكل عام يقسم إلى جزئين رئيسية، الباسيف أتاك والأكتيف أتاك. كل واحد من ذولا بعدد من الطرق حتى أني أسويه. باسيف قلنا بطريقتين، والأكتيف أخذنا به 4 طرق. طيب صار الهجوم على الشبكة، شلون أني أحمي الشبكة أو أقلل تأثير هذا الهجوم أو أعافي الشبكة، خلينا نقول ريكوفر من تأثير الأتاك اللي صار؟ استخدم السكيورتي ميكانيزم. سكيورتي ميكانيزم ممكن أني أوفرها أو طرق الأمنية والحماية للشبكة ممكن أوفرها، أما باستخدام الإنكريبشن ألغوريثم خوارزميات التشفير، أو باستخدام طرق الديجيتال سيجنتشر التوقيع الرقمي، أو باستخدام الأوثنتيكيشن بروتوكول اللي هي البروتوكولات الموثوقية. كل واحدة من ذول الأجزاء بيها يعني طرق مختلفة. الانكربشن الجوريثم مثل ما شفنا، يا اما بلوك سايفر يا اما ستريم سايفر. الستريم سايفر بيها عدد من الطرق، ار سي 4 ار سي 5 لينير فيدباك شيفت ريجستر. البلوك سايفر ايضا بيها انواع اللي هو الدي اي اس والاي اي اس، وبعدين نجي ناخذ انواع كثيره بالمحاضرات. هذا محور دراستنا للكورس الاول، احنا فقط راح ندرس الانكربشن الجوريثم. عندنا الديجيتال سيجنتشر، اكو اكثر من الجوريثم وحده اني احسب بيها خلينا نقول التوقيع الرقمي للبيانات او للرسائل المرسله ما بين طرفين. والاوثنتيكيشن بروتوكولز مثل ما اسمها، يعني اكو اكثر من بروتوكول واحد اني استخدمه حتى احقق بيه الاوثنتيكيشن او الموثوقيه، يعني اتاكد بيه من هويه الاطراف المرتبطه او المشتركه بالاتصال. طيب وعندنا الجزء الثالث من علم التشفير اللي هو السكيورتي سيرفيسز اللي هي الخدمات الامنيه. هذا الهدف من عنده انه احسن او ارفع الليفل مال الامنيه اللي اني يعني حصلت عليهم باستخدام السكيورتي ميكانيزم. يعني هذا راح تحصل لنا فد ليفل من الامنيه هنا، أنا اذا اردت ارفع او احسن مستوى هذا الاداء او الامنيه استخدم طرق السكيورتي سيرفيس اللي هي اما باستخدام الكونفيدنشياليتي واللي هي خلينا نقول السريه. يعني شلون السريه هذه؟ انا شلون احصل على السريه؟ باستخدام الانكربشن، اشفر الرساله ما ادزها مباشره هيك بدون تشفير. الانتجريتي اللي هي تكامليه، اللي اني شلون اعرف اذا صار الرساله بها اي تحريف او تغيير. التكامليه يعني شلون اضمن الرساله اللي استلمها الرسيفر هي فعلا نفس الرساله اللي دزها السندر بدون اي تغيير او تبديل او حذف او اضافه. وأيضا أكو أكثر من طريقة حتى أوفر بها الانتجريتي. الأوثنتيكيشن مثل ما حكينا عليها اللي هي الموثوقية، شلون أني أثبت هوية الأطراف المشتركة وهل هي هم ذولا فعلا مسموح لهم الاتصال بالشبكة. إذا مسموح لهم أخليهم يتصلون، وإذا ما مسموح لهم فما أخليهم يتصلون، ما أخليهم يوصلون للشبكة ولا يكونون جزء من عملية الاتصال. الأكسس كنترول، هنا نظم عملية الوصول، منو يحق له يستخدم الريسورسز مال الشبكه ومنو ما يحق له، والاشخاص اللي يحق لهم يوصلون او يستخدمون الريسورسز اللي هي برينتر، طابعه او سكانر او ميموري مثلا او بروسيسر معينه بالحاسبه، منو اللي مسموح له يوصل ويا جزء مسموح له يستخدم من هذا الريسورسز. هذا كل ما يخص موضوع الكريبتوغرافي او داتا سكيورتي.